قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. أنا اللواء أركان حرب متقاعد كمال مدبولي محمد، تخرجت من كلية حربية في إبريل 1956، الدفعة 35 حربية. بتشرف إن أنا دفعة سيادة المشير حسين طنطاوي، توزعت على سلاح المدفعية وقضيت خدمتي كلها في المدفعية. حضرت حرب العدوان الثلاثي في 56، ثم اليمن قعدت فيها 26 شهر، ثم 67 وكنت قائدا لكتيبة مدفعية على في الكونتيلا على الحدود، تم انسحابنا إلى السويس، ثم أعيد تسليحي ورجعت تاني على الجبهة وحضرت حرب الاستنزاف كلها، وبعديها حرب 73 كنت ضمن قوات الفرقة السبعة المشاة بقيادة العميد أركان حرب أحمد بدوي سيد أحمد، ولاحقا سيادة المشير أحمد بدوي وزير الدفاع. كان لي الشرف إن أنا أكون ضمن لجنة تسمى لجنة التوجيه 41. أنا كنت مقدم أركان حرب في مدفعية الجيش التالت، استدعاني السيد القائد وكلفني بدراسة معينة، وبعد ما أنجزناها كلفني إن أنا أنزل تاني يوم أروح وزارة الدفاع، وهناك كان لا فوجئت بإن أنا موجود وسط قادة كبار وأنا متخصص في المدفعية فبتكلم عن المدفعية. كانت هذه اللجنة تحت إشراف وقيادة الفريق البطل الشهيد سعد الشاذلي الذي له الفضل الأول والأخير في نجاح عبور واقتحام المانع المائي الغير عادي قناة السويس بخمس فرق مدعمة، وتم إنجاز المهمة خلال 6 ساعات فعلا، وكانت المهمة هي اقتحام وعبور القناة وخط بارليف اللي هقول لكم عليه يعني، وأعتقد كل الناس عارفاه. في خلال 6 ساعات وتحقيق راس كوبري في حدود من 12 ل 15 كيلو شرق القناة. كنا نازلين المأمورية دي كان في فريق من الجيش الثالث والجيش الثاني عشان نعرض المهمة اللي احنا مكلفين بها اصلا ونرجع الى الجيوش في نفس اليوم او الى وحداتنا في نفس اليوم، الا ان التكليف اللي كلفنا بيه من السيد الفريق سعد الشاذلي ادى ان احنا نتحبس بمعنى كلمة حبس 8 أشهر بالكامل من شهر 11 72 إلى شهر 6 73.
وطلعنا التوجيه 41 ده كتايب قد كده، فيه من أول ما العسكري يركب المركب بتاعته أو القارب بتاعه لغاية ما يحقق المهمة بتاعته. وكان الفريق سعد الشاذلي بنفسه بيشرف على كل مرحلة من المراحل ويعدل فيها، وكل واحد بتخصصه بيتكلم ويعدل طبقا لتوجيهات الفريق سعد الشاذلي. لولا هذا التوجيه ما كانت القوات المسلحة نجحت في عبور القناة، لأن إمكانياتنا ساعتها العسكرية كانت لا تسمح بالهجوم. عشان أنا أهجم على العدو عندنا حاجة اسمها مقارنة قوات. مقارنة القوات، الهاجم أو اللي بيهجم لازم يبقى ثلاثة والمدافع واحد. إحنا كنا العكس، إحنا واحد وإسرائيل ثلاثة، وما كانت تتفوق به من جميع التخصصات ما ننكرهاش، ولكن إرادتنا وتصميمنا وروح الثأر والانتقام اللي كانت في داخل صدورنا كلنا، لأن إحنا اتظلمنا في 67، إحنا لم تتاح لنا فرصة القتال، انسحب روح السويس زي مفيش تعليمات للانسحاب، لا وقت ما تجهز اطلع وروح بكتيبتك على السويس. انا مشيت مسيطر على كتيبتي لغاية ما اول ممر متلة. ممر متلة ده عبارة عن طريق عرضه حوالي 10 أمتار، شماله جبل عالي جدا ويمينه وادي سحيق وما فيهوش اي مانوفر ولا مناورة. وصلت فجر 8 يونيو الصبح، لقيت العملية مسدودة قدامي، نزلنا عشان ننظم الأمور، فاهمين يعني إن الأمور ماشية، ولكن جت طيارتين إسرائيليتين بيتفسحوا فوقنا وابتدوا يضربوا بعضنا طبعا، وهنا حصلت الخسائر الجسيمة في المعدات. وبعدين أديت تعليمات للناس ننطوي الوقت لغاية بالليل ونتحرك، ومشينا 35 كيلو على ليلتين إلى أن عبرنا الناحية التانية. كانت المعدات اتدمرت وإحنا من نزم، وإحنا كنا مستعدين للقتال وكنا يعني هنموت، عايزين كلنا نقاتل بس مفيش أوامر. وانتهت فترة إعادة التسليح ورجعنا ودخلنا في حرب الاستنزاف، وإحنا كمدفعية كانش في طيران طبعا عندنا لسه يستطيع الدخول للعمق، وكانت الدوريات اليومية أو شبه اليومية من رجال مظلات الساقة والمشاة بتعبر بهدف مهاجمة النقاط القوية وعمق العدو خلف شرق القناة والحصول على أسرى أو تجميد العدو خسائر. وقلنا إحنا كنا كسلاح مدفعية كنا دائما بنسهر يوميا مع هذه الدوريات إلى أن تعود بالسلامة عشان نغطيهم ونأمنهم لغاية ما يرجعونا بالسلامة. دي خلال حرب الاستنزاف. حرب يونيو، حرب اكتوبر، انا كان لي الشرف ان انا كنت قائم باعمال قائد مدفعية الفرقة السبعة، وكنا تعليمات الفريق سعد الشاذلي ان بعد ما طلعنا التوجيه 41 ان جميع وحدات يعني لواء القوات المسلحة تعمل مشروع بجنود بكامل معداتها مطبقين ما جاء بهذا التوجيه. وفعلا احنا كفرقة السبعة خلصنا اخر لواء عندنا يوم 26 سبتمبر، والمرحوم احمد بدوي قال لنا بقى انتوا تنزلوا اجازة، انتوا بقالكوا 3 أشهر ما نزلتوش، انزلوا بكرة. ونزلنا أجازة واستودعينا يوم 30 سبتمبر من الأجازات، وابتدت العجلة تدور. وكان لي الشرف أن نحضر مؤتمر قائد الجيش الثالث الفريق عبد المنعم واصل أحد أبطال أكتوبر قائد الجيش الثالث، وابتدى التلقين المبدئي بما معناه إحنا هنحارب. حضرت مؤتمر تلقين يوم 1 و2 و3 و4
مع قائد الفرقة في الجيش، ومنها استشفينا خلاص ان الحرب قريبة جدا. وابتدت الحرب الساعة 2 يوم 6 اكتوبر، وكانت فرحتنا وكلنا يعني احنا هنحارب، احنا مش هنحارب، احنا هنحارب، احنا بقينا كلنا قلقين، عايزين نحارب، عايزين، ادونا الاوامر، الى ان فوجئنا ب 220 طيارة بتعبر قناة السويس فوق دماغنا، فقلنا لا دي العملية جد بقى وحقيقية. وفعلا عبرت الطيارات ورجعت، قامت بتجبيد العدو في العمق، خسائر لا تنكر. ثم ابتدى تمهيد المدفعية، كان في حوالي 2000 مدفع على طول جبهة قناة السويس التي تمتد من السويس إلى بورسعيد، هذا 2000 مدفع كانوا بيضربوا في الثانية الواحدة، الثانية 175 طلقة بتقع في وقت واحد على خط بارليف وعمقه وفي الأعماق شرق القناة. يعني لو حسبناها في الدقيقة كده تطلع 10500 طلقة في الدقيقة الواحدة من 2000 مدفع لمدة 53 دقيقة، عمالين نضرب كمدفعية في خط بارليف وعمق خط بارليف، وخلينا الإسرائيليين دماغهم في الأرض، مما أدى إلى نجاح عبور قناة السويس. لا أنسى أن الفضل في نجاحنا برضك لصاحب القرار الرئيس محمد أنور السادات، صاحب القرار للحرب والسلام، وبالضبط الحرب تساوي قرار السلام، لأن احنا بعد 6 أكتوبر ما كانش عندنا الإمكانية العسكرية إن احنا نتحرك. وهذا يدل على شيء، يدل على إن العقلية المصرية متميزة جدا، بس اديني الوقت واديني الإمكانيات هشتغل، واديني الإمكانيات اللي أنا عايزها هنجح. وفعلا ما تم تخطيطه طبق تماما في الحرب. كان احنا، أنا خريج كلية أركان حرب وزميل كلية الحرب العليا في أكاديمية نصر، وكان بيدرس لنا خبراء روس، وكانوا بيقولولنا قناة السويس دي لو عبرتوها هتبقى بحيرة دم وهتخسروا 80% من معداتكم ومش هتقدروا، 80% من المعدات، والخسائر البشرية لا تقل عن 60-70%. احنا لغايه يوم 13 كانت الفرقه السبعه اللي قوامها حوالي 30,000 واكتر، كان فيها خسائر نقيب وسته جنود فقط لغايه يوم 13. وكان الساده الخبراء الروس، دي خبره الحرب العالميه الثانيه بتاعتنا، واحنا ما نقدرش نتكلم بقى، الى ان تحققت المعجزه وعبرنا قناه السويس باقل خسائر، ومعداتنا عدت بالكامل في التوقيتات المحددة تماما. استمرنا في الحرب ونجحنا الحمد لله وحققنا المهمة، إلى أن قالوا لنا في ضغط على سوريا وعايزين نخفف الضغط على سوريا،
فمن فضلكم ابتدوا ايه هجموا العدو. ابتدينا نعمل حاجات غير مخططة ومش مظبوطة، وتكبدنا خسائر جسيمة جدا من يوم 13 الى ان امريكا نزلت بتقولها اعتبارا من يوم 16، وكانت الدبابات بتنزل في مطار العريش من الجسر الجوي الامريكي، وجهنا بدهاننا اللي خارجة منه من المصنع تحاربنا بمقاتلين من امريكا ومقاتلين من اسرائيل واوروبا. وهنا وقف الشهيد انور السادات وقال انا مش هقدر احارب امريكا، انا بطلب وقف اطلاق النار، لان كان مجلس الامن طلب ايقاف اطلاق النيران او الحرب، واحنا كنا رافضين. ولكن لما نزلت امريكا بتقولها وقف انور السادات وقال انا مش هحارب امريكا، واستمرت احنا ملتزمين، ولكن اسرائيل لم تلتزم بوقف اطلاق النار الا يوم 22 اكتوبر. وابتدت بعديها مفاوضات الكيلو 101 وحصار الجيش الثالث، احنا الفرقة السبعة والفرقة 19 في السويس، واحنا كنا جنوب البحيرات الفرقة السبعة، والى ان انتهى الحصار والتفاهم مع اسرائيل وفي يناير 74. وهكذا حققنا يعني نجحنا في حرب اكتوبر، وليها ذكريات حلوة، كنا بنبقى مبسوطين جدا وفرحانين وبنضحك ونهرج في اوقاتنا العصيبة وعايزين نشتبك كل شوية. خلال حرب الاستنزاف اليوم اللي ما كناش نشتبك فيه نبقى زعلانين ومتضايقين، واحنا عايزين بنطلع غلنا بقى اللي احنا ما لناش ذنب فيه في 67. ده عن يعني الحمد لله تاريخي العسكري وذكرياتي عن حرب اكتوبر. ونطلع باستنتاج ان التخطيط الجيد والوقت والامكانيات اللي بتديها للرجل المصري بعقليته الغير عادية، عقليتنا نظيفة جدا وكويسة جدا ونتميز عن اخرين من دول الخارج بكثير، بس اديني امكانيات واديني الوقت. ومثال على كده ما ننساش المرحوم سمير باقي اللي اخترع مدافع المية عشان نهيل الساحل الترابي على قناة السويس. هو كان انتدب واشتغل في السد العالي وجات له فكرة المية دي ومن أيام ما كان بيشتغل، وقالها في مؤتمر كده، ولكن لحظنا الكويس قائد الفرقة استشف فيه انه بيتكلم صح فخده وراح بيه على قائد الجيش، ومن هنا ابتدت فكرة نجيب مدافع المية. احنا حاولنا في خلال فترة الاستنزاف وحشدنا جميع أعيرة المدفعية والطيران، وعملنا نقطة قوية تشابه النقطة 146 ترقيم قناة، عملناها في الخطاط بقى الرياح البحيري، وبجميع أعيرة المدفعية ان احنا نفتح ثغرة لم ننجح، والطيران بكل ثقله لم ينجح. وجاءت الفكرة من ضابط مقدم مهندس الله يرحمه سمير باقي، ونجحنا في ان احنا نفتح حوالي 78 فتحة في الساتر الترابي اللي الكباري اتسندت عليها من الناحية الشرقية، وابتدت معداتنا دباباتنا ومدفعيتنا تعدي والعربية.